في تلاميذ الصف الثالث الابتدائي، النهارده هنتكلم عن درس الانماط البصريه. من العنوان كده هنعرف يعني ايه كلمه انماط بصريه. الانماط يعني ترتيب او نظام او شكل معين للرسمه بتاعتي. البصريه ان هي معتمده على البصر، معتمده على النظر بتاعي، هشوف الرسمه ايه اللي بيتعاد فيها وايه الشكل اللي انا هعيده اكتر من مره. طب بص بيقول لك هنا ايه، بيقول لك هنا الرسمه بتاعتي فيها مثلث دائره مثلث، وبعد كده فاصل لي دائره مثلث، هيبقى النمط اللي بعديها ايه؟ دائره مثلث. طب هعيده مره كمان اللي هو هيبقى ايه؟ دائره مثلث. طيب تعالى نشوف الشكل اللي بعديه، دائره مربع مثلث، دائره مربع مثلث. طب النمط اللي هيبقى بعديه ايه؟ دائره مربع مثلث. طب هنعيده مره كمان، هيبقى ايه برضو؟ هنبتدي بايه؟ بالدائره مربع مثلث. تمام. طب تعالى وريني بقى كده، وريني الشطاره بتاعتك، انت هتعرف تطبق على انا قلته ولا لا. بص معايا هنا، يقول لك اكمل السؤال، بيجي لك يقول لك ايه؟ اكمل مربع دائره. طب النمط اللي بعديه ايه؟ مربع دائرتين. بص معايا كده، في حاجه حصلت سنه ثالثه، اللي عندي اللي اتعاد مره واحده المربع زي ما هو، مين اللي بيتكرر؟ الدائره اتكررت هنا مره، واتكررت هنا كم مره؟ اتكررت مرتين. يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى هنزل المربع زي ما هو، مربع واحد بس، وكم دائرة؟ هنا كانت دائرة واحدة، وهنا بقت اتنين، اللي بعدها هنزل كم دائرة؟ تلات دوائر، هيبقى مربع دائرة دائرة دائرة. طب النمط اللي بعدها هيبقى ايه؟ اللي عندي ثابت المربع، مين اللي بيتكرر؟ الدائرة بنفس العدد، لا بتزيد واحد. هنا كانوا كم دائرة؟ تلاتة، هنبقوا كم دائرة؟ أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. تمام. بص معايا هنا بيقول لك ايه السؤال اللي بعد كده، بيقول لك ايه؟ النمط دائره مثلث، دائره مثلثان يكون تكملته هنكمل بايه؟ يعني النمط اللي هيجي بعديه ايه؟ هنا عندي مين اللي بيتكرر مره واحده؟ الدائره، هتنزل زي ما هي. كرر كم مثلث؟ هنا مره مثلث، الناحيه الثانيه بقت مثلثين، هيبقى اللي بعديها ايه؟ ثلاث مثلثات. تمام. طب اللي بعديها بيقول لك النمط ايه؟ النمط دائره مربع، دائره مربع، دائره مربع، يوصف بان تكراره ايه؟ التكرار بقى لما لو كنا نفتكر الكلام اللي كنا بنقوله في سنه تانية، لما بيجيب لي مستطيل هنا ويكتب لي النمط اللي انت مشيت عليه ايه، هنقول له النمط بتاعي دائره مربع. تمام. طيب بص معايا السؤال اللي بعديه، بيقول لك اختر، يعني مره جابها لك اكمل ومره هيجيبها لك اختر. طيب بيقول لك الشكل التالي في النمط، الشكل ده عندك، النمط اللي بعديه هيبقى شكله ايه؟ بص معايا هنا، لو لي المثلث اللي فوق في الشكل اللي عندي ده، ده واحد. طب هنعمل ايه؟ هنقول ده واحد اتنين تلاته اربعه. هنا لو لي واحد، طب هنا لو لي ايه؟ اتنين. بص كده، واحد اتنين تلاته اربعه، واحد اتنين تلاتة اربعة. طيب هنا لون ايه؟ واحد. طب هنا لون اتنين، هنا لون تلاتة. طب النمط اللي هيبقى في اللي بعديه هيبقى لون ايه؟ اربعة. تعالى نشوف اول الرسومات اللي عندي، هنقول ايه؟ واحد اتنين تلاتة اربعة. اربعة هي المظللة، يبقى ده النمط الصح ايه؟ بتاعي اللي انا هختاره من الرسمة بتاعتي. طب الشكل اللي بعديه بيقول لك ايه؟ الشكل التالي في النمط مثلث دائرة مربع، مثلث دائرة مربع، هو النمط ماله؟ بيتكرر زي ما هو، لا زود ولا نقص عليه. طيب هيتكرر ازاي؟ بيقول لك مثلث دائرة مربع، هنعيده اللي هو بعديه ايه؟ هيبقى ايه؟ مثلث، فين فين اللي اولها مثلث من دول؟ اهي تالت رسمة مثلث، وبعد كده ايه؟ الدائرة، وبعد كده مربع، يبقى ده اللي انا هختاره. تمام. ممكن يجيلي سؤال يقول لك ايه؟ ارسم نمطا من عندك، ارسم نمط من عندك به 8 عناصر. عايزك بقى ايه توري له انت ايه ترسم له نمط من عندك ويكون الايه النمط ده فيه 8 عناصر. يعني ايه 8 عناصر؟ لما بمسك كده بقول كده ده عنصر وده عنصر وده عنصر. طيب اسهل حاجه ممكن نرسم ايه؟ مثلث مربع، ادي اول نمط، واحد اتنين هتكرره زي ما هو، تلاتة أربعة
خمسة، ستة، سبعة، تمانية. تمام؟ يبقى النمط اللي أنا عايزاه كررته زي ما أنا عايزه.